ورجعنا لحضراتكم من جديد، وبرحب طبعا بالزميله سمر عبد الله. اهلا وسهلا بيك يا سمر. اهلا بيك يا عمر، منورين. الوظيفه الحكوميه، كل واحد فينا عايز يتعلق بالوظيفه الحكوميه. فمعانا النهارده يعني نموذج من النماذج الايجابيه اللي احنا شفناه في المجتمع اتعلق بالوظيفه الحكوميه، بس هل سكت؟ لا، برضه شاف برضه مشروع خاص بيه. معانا المهندس وليد. اهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ سام، منورنا. بنورك. تشغل ايه؟ مهندس فلاتر المية. فلاتر المية. ليه ما اكتفيتش بقى بموضوع الوظيفة؟ ازاي الدخل وقلت مثلا ايه يعني حاجة استفيد منها مثلا برضو افيد بيها المجتمع. استاذ وليد، حضرتك اصلا يعني في مجال مختلف تماما عن الفلاتر او معالجة المية او كده. تمام. فايه اللي خلاك تبدأ اصلا البداية دي او اخترت المشروع ده بالذات اللي هو شركة لمعالجة المية والفلاتر المنزلية؟ تمام. ايه اللي خلى حضرتك تتجه الاتجاه ده بالذات؟ حبيت المجال ده وحبيت ان انا مثلا ايه يعني اقدم حاجه مثلا اللي هي مثلا تنفع مثلا البيت المنزلي. تمام. ماشي. ف اتعلمته وانت صغير ولا اصلا لسه داخل جديد؟ لا مثلا من فتره يعني مثلا يعني في خبره في الموضوع فحبيت ان انت تنمي ده بشركه اللي هي شركه الحافظ لمعالجه المياه والفلاتر. تمام. مظبوط. احنا بصراحه حضرتك مشرفنا النهارده جدا، منورنا. وطبعا المياه هي فيها علاج وفيها شفاء، وفي نفس الوقت ممكن تسبب لي امراض كتير قوي. تمام. فاحنا ازاي نقدر نخلي المياه اللي احنا بنشربها بجد مياه صالحه للشرب، نستفاد منها ان هي فيها شفاء، ما يبقاش يجي لنا منها امراض. فبالنسبه للفلاتر اللي انت بتقدمها بقى، احنا عايزين نتكلم عنها اكتر. ازاي ان انا اختار الفلتر؟ ازاي اقول لحضرتك انا عاوزه فلتر؟ هتعرف تختاره لي بناء عن ايه؟ احنا الاول بنعمل مثلا تحليل الميه. تمام. وبعديها بنقرر بقى مثلا المكان دوت او المنزل دوت هيتركب مثلا فيه وحده مثلا قد ايه، من 3 مراحل مثلا ل 7 مراحل. تمام. بتختار المراحل على اساس ايه حضرتك؟ نسبه الاملاح ونسبه الرواسب اللي في الميه والشوائب اللي فيها. تمام. طب وده بنقدر نحدده ازاي بعد مثلا الاختبار. لما بتعمل اختبار؟ اختبار. وحضرتك كمان قلت لي ان انا بعرف بالمكان. تمام. يعني دلوقتي الاماكن معروف المكان ده فيه مثلا مشكله في الميه كذا. تمام. فبتقدر ان انت تختار فلتر مناسب. تمام. مظبوط، ده حاجه كويسه جدا بصراحه. المهندس وليد حافظ، المدير العام لشركه حافظ جروب. حافظ جروب بقى ايه اللي بتقدمه تاني غير فلتر الميه؟ الشركه نفسها عند حضرتك تكييفات. تكييفات بيع جديد ولا صيانه ولا ايه؟ جديد وصيانه. طبعا في الصيف بقى التكييفات بتكون افضل. طبعا. ولا صيف وشتاء برضو بالنسبه للشغل؟ لا، على حسب برضو هي، بس اغلبيه في السيزون بتاعها في الصيف. تمام. بس انا سمعت دايما ان التكييف بيكون ارخص في الشتاء، دايما تلاقي نصيحه كده من الناس اللي هم ايه عشان معلوش اقبال الشركات اكتر. بيبقى اسعاره اقل فتقدر ان انت تركبه، بس مش نسبه قليله يعني، هو نسبه قليله قوي بسيطه اللي هي مثلا مش مثلا هينزل النص بتاعه. ايوه نسبه معينه يعني، مش هو توفير للناس. وكمان عرفت ان التكييف بيبقى فيه برضو يعني حار بارد وسخن. يعني تمام. بارد وسخن، فممكن احنا نستفاد بيه برضو للتدفئه. تمام. يعني شغال صيف وشتاء، بس البرد بيبقى افضل عشان السخن يعني بيضخ الهواء الاكسجين بتاع الاوضه. فبيخنق المكان ممكن يضر يعني، فبيخنق المكان بتاعه. ايوه فعلا جربته مره، حسيت ان هو خنق الدنيا. تمام. ما تنصحش بيه. هنرجع للفلتر بقى. تمام. الضمان بقى بتدي قد ايه؟ ضمان سنه. ضمان سنه. على اي نوع؟ على 7 مراحل، عشان 7 مراحل بتدي الضمان على مثلا على وحده دايره الكهرباء بتاعته. دايره الكهرباء اللي هي مثلا بتشمل مثلا الادابتور والمضخه، ماشي، الهاي او اللو، دي درجه الكهرباء بتاعته. اما الشمع كده العميل مثلا بيستخدم الشمع بتاعه، فده لازم في صيانه او متابعه مثلا للجهاز فيما بعد. مثلا ايه كده بنغيره الشمعات دي، فكده دي ما بتبص الاعطال بتاعتها مثلا في الاجهزه بتاعه دايره الكهرباء بس. فده بتدي ضمان سنه. ضمان على دايره الكهرباء بتاعته. دايما بنسمع ان لو احنا ما عملناش الصيانه بيبقى احنا كده بدل ما بنعمل معالجه للميه، لا احنا بيبقى كده بنعمل مشاكل في الميه اللي بنشربها. في حضرتك مثلا دلوقتي في ناس بتهمل مثلا في تغيير الشمعات او الصيانه مثلا اللي بتعملها مثلا الشركه ليه، فبترجع مثلا دلوقتي انا مثلا بعمل لك جدول وبتصل مثلا بحضرتك على خاطر مثلا ايه اقول لك مثلا ميعاد التغيير بتاعك مثلا كذا، انت بتهمل مثلا شايف مثلا طول ما الحنفيه مثلا بتاعت حضرتك شغاله بتاعت الفلتر، طول ما انت ايه مثلا قد كده الجهاز بيفلتر الميه، لا هو مثلا الشمع له عمر افتراضي
قد ايه مثلا العمر الافتراضي للشرب؟ يعني مثلا على حسب برضو المكان اللي هو فيه، يعني الاستهلاك نفسه قصدك، على حسب الاستهلاك وحسب المكان اللي هو جوده فيه. جوده الميه عامه. في اماكن فيها شوائب عاليه الاملاح بتاعتها عاليه، في ناس بتشغل على مثلا ترومبا. لذلك بتقوم بعمل الاختبارات للميه بصفه طبعا مستمره. في الاول. تمام. ايه بقى المميزات اللي بتقدمها الشركه؟ هي مثلا يعني انا ايه اللي هيخليني اخد بقى فلتر من شركه حافظ جروب وماخدوش من شركه تانية؟ العروض، فاكيد لازم بقى يكون في مميزات نظام عندك. الصيانه زي ما اتكلمنا، هي المتابعه، متابعه مثلا ما بعد البيع. ماشي. خدمه ما بعد البيع، جوده الجهاز. تمام. تمام. مثلا ايه برضو احنا مثلا برضو ما نروحش مثلا نسترخص مثلا نشتري اي جهاز وخلاص. احنا بنسمع فعلا في اعلانات بكام بكذا جنيه ومش عارف حاجات في غريبه اسعار. كده. في اسعار مثلا ايه، في عميل مثلا بيفرح مثلا مثلا شمع مثلا بصيام مثلا 10 جنيه وفي صيام مثلا ب 20 جنيه في مثلا صيام ب 30 جنيه. طب ايه الفرق بين هما الثلاثه؟ ازاي انا اقدر كواحده ست بيت افرق وانا بشتري؟ اهم حاجه مثلا المكان اللي تشتري منه تبقى مثلا واثقه في صاحب المكان او المكان اللي انت تشتري منه دوت، عشان خاطر برضه ايه، يعني في ناس كتير يعني بهدلت السوق خالص بسبب المنتج الصيني او الرديء. منتج رديء. وطبعا ده مش هيأدي نفس الخدمه اللي احنا محتاجينها. لا طبعا. ولا هينقي الميه ولا هيزيل الشوائب. ده هيضر. هيضرنا. عشان هو الصناعه كله بتاعته ما تصلحش مثلا للمنظمه بتاعتها. طب انت في حد ممكن ما يعملش الصيانه؟ يعني انت بتلزمه بالصيانه دي بطريقه كويسه؟ لان انا شايفه ان الصيانه دي اهم حاجه بصراحه. الموضوع لو اتعمل والصيانه احنا ما اديناش الصيانه بشكل دوري كويس، يبقى الموضوع فشل مني والميه هتفضل تبقى أسوأ. تمام. من ما كانت عليه. تمام. طب ازاي بنقدر نتواصل مع العميل ان انت لازم حضرتك تبقى عارف ان الصيانه دي مهمه بالنسبه لك؟ انا بعمله جدول عندي، ومثلا اول ما بركب الجهاز بعرفه مثلا ان في مثلا صيانه لحضرتك مثلا فترات مثلا شهر شهرين، فترات متباعده. تمام. ماشي. بكلمه على مثلا حضرتك اللي بتتواصل بنفسك. مش بتستنى العميل يتصل بيك يقول لك انا النهارده عندي صيانه. لا لا، اما اتواصل معاه بعرفه. ممتاز. المتابعه دي كويسه جدا. كل عميل ليه جدول بقى خاص بيه. تمام. المرحله الاولى مثلا، المرحله الثانيه، عايزين نشرح المراحل دي، ايه وظيفتها؟ المرحله الاولى مثلا بتشيل الشوائب والرواسب اللي بتخش للميه. ماشي. المرحله الثانيه بتشيل الكرور. ماشي. المرحله الثالثه بتشيل الايه اللي بتبقى من المرحله الاولى والثانيه. تمام. المرحله الرابعه بتشيل الاملاح الزياده اللي في الميه. ماشي. عشان برضو في ناس بتخاف مثلا الاملاح بتشال من الميه، يبقى انا مثلا جسم كده مش هيستفيد بالميه بتاعته. لا، انت مثلا بتشيل الاملاح الزياده اللي فيها. بس احنا مثلا مع الاكل والغذاء، فكل مثلا ست بيت مثلا بتحط املاح وبتحط ملح في الميه، فبتعوض جسمك بالاملاح دي تاني اللي هي اتشالت من الميه، اللي اتشالت من الميه وما بتديش جسمك الاملاح اللي هي الاوفر اللي محتاجه اللي زياده قوي، فبتديه. يعني اعتقد ان هو بينظم عمليه الاملاح اللي داخله في الميه اللي خارجه لنا احنا لجسمنا، هتدخل جسمنا املاح مظبوطه. المفروض ان انت بتختار الشمع على هذا الاساس. تمام. يعني مش كل الاماكن ممكن تحتاج ده، على حسب الميه فعلا لما تشوفها. تمام. طب وريحه الميه؟ انا واحده من الناس ممكن اجي اشرب اكون مش قادره اشرب الميه، ريحتها مش عجباني. في حضرتك شمعة، المشكله في كده؟ في شمعة برضو وظيفتها اللي هي بتشيل الطعم والريحه بتوع الميه اللي هم مش مستحبه. تمام. دي حاجه كويسه قوي. الشمعة الخامسه دي. دي الخامسه. بس طبعا اللي عليها اقبال طبعا الشمعة الاولى. هي هي التلات مراحل اللي تحت هم اللي عليهم اقبال جامد، عشان خاطر دوت هم اللي ده المصد بتاع الجهاز. تمام. طيب بالنسبه للشمع ده بيتغير، هل الجهاز نفسه بقى ممكن نغيره بعد فتره معينه؟ لا، ولا ده في حاله لو حدث؟ الصيانه كلها بترجع لشمعات. شمعات بس، لكن الجهاز نفسه طالما شغال معانا خلاص. هو الجهاز شغال، ممكن مثلا ايه فتره متباعده مثلا ايه مثلا الادابتور مثلا بيحصل له مثلا ايه كهرباء زياده بتخش على الادابتور بتبوظه طبعا. الموتور برضه فتره كبيره برضه بيحصل له برضه خلل فيه. ماشي. لكن هو اعتماد الصيانه الكلي على الشمعات. على الشمعات. طب السبع مراحل دول بيتغيروا كلهم؟ كل حاجه ليها برضه عمر افتراضي ليها جدول. يعني انت رحت صيانه مثلا عند عميل قبل كده وقلت السبع مراحل كلهم؟ ناس بتغير السبع مراحل مره واحده. مره واحده. بس ده بيسيب بيهمل الجهاز خالص. لو بيسيبه شغال بقى لفتره. بيسيبه ساعه لما الجهاز بيعطل معايا يقول لك تعالى يا فندم ايه بص لنا على الجهاز. ده ما عملش صيانه قبل كده. ما بيهمله خالص. ده فجاه كده لقى عنده مشكله. لا بقى مشكله عنده الجهاز. طب مش المفروض في الزام في عقد؟ لا ما ممكن مثلا عميل مش معاه مع شركه اخرى. يعني قصد حضرتك ان انت ممكن تقبل حد عنده فلتر لشركات تانية تعمله الصيانه عادي وتعمل تعاقد معاها خاص بالصيانه، بس مش شرط الجهاز اللي جاي من عند حضرتك من الشركه. تمام. احنا دايما في هو المجتمع بنحاول نبحث عن افضل الشركات اللي تقدر تساعدنا
ونطلع منها بمنتج عالي الجوده بصراحه. يعني دايما مهتمين ان احنا نوصل بيكو لمرحله صحيه كويسه جدا وممتازه. فالحافظ جروب بتقدم عروض، حضرتك هتكلمنا اكتر عن العروض، تسهيلات للناس ازاي في الفلاتر، كل ده ممكن تكلمنا عنه عشان الناس تبقى عارفه ان المنتج اولا انت بتجيب صناعه كويسه عاليه الجوده، فهتقدم خدمه كويسه، فكلنا نستفاد في الاخر، لان الميه هي اهم حاجه بصراحه. تمام، فكلمنا اكتر ايه العروض والخدمات اللي ممكن تقدمها تسهيلا على المواطن المصري. في مثلا نظام تقسيط، تمام تمام، ده يعني قسط على قد ايه؟ على 10 شهور. ده حاجه ممتازه. طب احنا ممكن نقول اسعار على الهوا ولا السعر مختلف؟ على حسب الجهاز. ما هو لو الجهاز المتواجد عند حضرتك، لو اتكلم عن السبع مراحل اللي هو مشهور اكتر، مثلا في مثلا المقدمه بتاعته 500 وكل شهر 200 جنيه، يعني اصبح على سنه، على سنه يعني بيدفع 200 جنيه على شهور، على 10 شهور يعني 2500. تمام. طيب والخصومات بقى اللي هو المجتمع، كل اللي بيشاهدونا بقى كده برنامج هو المجتمع محتاجين خصم بقى، او على الاقل معانا بقى والمدير العام للشركه بقى وكده، على الاقل افراد يعني 10 افراد نعمل لهم خصم مثلا. تمام. هديه من هو المجتمع والحافظ جروب. تمام، تقدر تعمل لنا العرض ده والجائزه دي؟ نعمله فن، نعمله. تمام، لاول 10 متصلين طبعا. تمام. الارقام موجوده على الشاشه. انا مش عايز احرجك، احنا قلنا 10 بس، هيبقى خصم برضه حاجات بسيطه. تمام تمام. المقر فين يا فندم بتاع الشركه بتاع حضرتك؟ شبرا يا فندم، شبرا الخيمه. تمام. تمام. ايه بقى اللي خلاك بقى اتجهت انت كده عندك الوظيفه بتاعتك، ايه اللي اتجه اللي خلاك اتجهت بقى ان انت تعمل مشروع خاص بيك غير موضوع ان احنا نزود دخلنا؟ يعني في كتير بيجي يقول لك انا خلاص انا الوظيفه مريحاني، باجي اخر الشهر بقبض خلاص بقى، فانا مش هشغل دماغي بحاجه تانية. تمام. انا شفت مثلا ايه، جيت مثلا قعدت في المكان اللي قاعد الساكن اللي قاعد فيه، فلقيت الرواسب والشوائب بتنزل من قبل لما تشتغل في المجال. ده هو واجهته مشكله. فواجهتني مشكله في الاول كانسان عادي، فحبيت ان انا مثلا ايه يساعد في اشتغل في المجال ده. يعني دورت ما لقيتش حد شغال. لا، كان في ناس شغاله بس ما لقيتش زي دلوقتي. دلوقتي بقى ناس كتيره شغاله في المجال دوت. مظبوط. تمام. وفي ناس كتيره دخلت كده المجال ما بوظت المجال. اللي احنا بنسمع بقى امريكي، جهاز امريكي وجهاز تايواني وجهاز مش عارف ايه واربع مراحل، بيعملوا بروباجندا. احنا سمعنا ان في حاجه ب 199 جنيه. لا، حاجات غريبه. عندي حاجات مثلا ده اجهزه صغيره، ده مرحله اولى، مرحله واحده، مش جهاز سبع مراحل ولا. ودي موجوده عند حضرتك؟ بيبدا مثلا من 200 جنيه. يعني في فلتر ب 200 جنيه؟ بيبدا من الاجهزه بتبدا من 200 جنيه. بس 200 جنيه ده يعني بيبقى ايه؟ كم هو مرحله ولا ايه؟ مرحله واحده بتركب في الانطار بتاعت الحنفيه. بس كده؟ بس ده ما بيبقاش ليها صيانه، ده بيبقى لها تغيير بقى. تغيير الشمع بتاعته بتقعد فتره كبيره. ده ممكن لو ما بيستهلكش ميه كتير. لا يعني مثلا في مكتب، في حاجه بسيطه مثلا بتشيل بس الشوائب اللي فيها زي مصد برضو للصدى والراس. احنا ساعات بنفتح الميه بنلاقي شوائب كده زي صدى صغير. تمام، دي حقيقه. عايز. فاعتقد ده بدايه، ده مصد دي زي مثلا حضرتك في برضو ايه زي مصفى كده متركبه. ايوه، مصفى الحنفيات طبعا. هتلاقي مثلا لو فكتها حضرتك هتلاقي مثلا رواسب لازم تتنضف باستمرار وحصه. ده التجمع بتاع الشوائب بتاع الميه. يعني انت كان هدفك خدمه مجتمعيه زي ما حضرتك برضو ايه اتكلمت في البدايه. طيب لو احنا بقى هنوجه رساله بقى للشباب اللي هو قاعد على القهاوي، قاعد على الكافيهات، مش عايز يشتغل، نوجه له رساله كده، هل احنا في الوقت ده محتاجين ان احنا نقعد ولا محتاجين ان احنا نشتغل اكتر؟ لازم نسعى عشان خاطر برضو الايام اللي احنا فيها ديت، مش حابه ان احنا نقعد يعني، لازم نشتغل في اجتهاد. لازم نجتهد. طبعا في ناس كتير قلت لك مفيش شغل، بس انا لو دورت شويه هشتغل، لو عملت مشروع صغير وسعيت فيه شويه ربنا هيكرمني بصراحه. هو اغلب شباب المجتمع دلوقتي ما شاء الله، انا شايفه يعني من النماذج اللي بتجيلنا فهو المجتمع، ان في تطور وفي فكر جديد، ان كله بينزل يشتغل دلوقتي بايده. تمام. مفيش حد قاعد مستني بقى، يعني خلاص انا اقدر اعمل حاجه انزل واعملها، ان شاء الله اقف في الشارع ابيع حاجه. يعني بيعملوها كتير، يعمل. تمام. كافي مثلا ويعمل شاي، عمل حاجه. تمام. وقدر ان هو يكسب حلال يعني، فده شيء كويس. وحضرتك زي ما قلت ان انت شفت مشكله وحاولت تسعى ان انت تحلها وبطريقه كويسه وبجوده كويسه. تمام. فاحنا كلنا ايد واحده بنعمل حاجه للمجتمع، فده شيء بصراحه يعني نشكركم عليه. ربنا يخليك بجد، ربنا يكرمك. اتكلمنا عن الخصومات، اتكلمنا عن العروض، اتكلمنا عن طبعا هدفك اللي هو الهدف الاجتماعي من ورا الشركه. تمام. شغال في مجال ايه تاني لو حابب ان احنا نوضح ده؟
غير موضوع الفلتر. لا هو الفلتر بس. هو الفلتر بس خلاص. الفلتر والتكييف. وحضرتك كمان قلنا ان احنا ممكن نعمل فلاتر في اماكن كبيره برضو يعني الفلتر مركزي. مركزي مش دايما اعتقد محطات ميه. محطات ميه كبيره فيها تنقيه وفيها يعني جوده ميه افضل. ده يستفاد بيه عدد سكان كبير. يعني ممكن مثلا ممكن عماره كامله قد ايه او منطقه على حسب منطقه ولا ممكن عماره بس؟ لا ممكن منطقه تستفيد منها وممكن عماير. بس ده طبعا بيبقى مشروع ضخم وبيبقى مكلف جدا. بس عملت حاجات زي كده. نتجه للاتجاه ده. لا ما اشتغلتش فيها مركزي. لا مركزي لا. المنزلي بس اللي انت مركز عليه. هو مركز عليه هو. ايه المشاكل بقى اللي بتواجهكم مع العملاء؟ هي مثلا العميل مثلا يهمل الصيانه بتاعته ماشي لو ما يلتزمش بالموعد مواعيد الصيانه بتاعته. مثلا في عملاء بتسترخص مثلا المنتج يعني عميل مثلا ايه يجي مثلا الشركه يقول لك مثلا لا انت اسعارك عاليه انا في اجهزه مثلا تانية بسعر كذا ماشي. طب ايه الفرق؟ طب انت بصيت للسعر ما بصيتش للخامه او الكواليتي بتاع الجهاز ليه؟ او مثلا انت شفت مثلا حد مثلا قبل كده جاب جهاز سيء لحد تمام فانت مثلا ايه خدت فكره سيئه اللي هو مثلا الاجهزه دي ليها سعر معين. ف هي دي المشاكل اللي بتقابلنا مثلا الوعي بتاع العميل. بس المهندس وليد حافظ المدير العام لشركه حافظ جروب شرفتني ونورتني في هو المجتمع طبعا نورتيني النهارده يا سمر. نورك يا عمر. مره معانا مره مش معانا الحلقه اللي فاتت كده ما كنتيش معانا بقى. ان شاء الله معاكم بعد كده دايما باذن الله. ان شاء الله. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.